السابعة والنصف، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بكم، وتاليا نستعرض العناوين. وزير الدولة لشؤون الإعلام يشرح بعض القضايا المحلية ويوضح موقف الأردن من بعض القضايا في المنطقة. المجتمع الدولي يبدأ برفع العقوبات المالية والاقتصادية عن إيران. لأول مرة منذ 6 أشهر، إدخال مساعدات طبية إلى مدينة تعز اليمنية المحاصرة. شهيد في نابلس والمستوطنون مستمرون في اقتحاماتهم للأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. وتخفيض الضريبة والجمارك على الغاز المسال من 36% إلى 16%. بطاقة ذكية ستصدر عن دائرة الأحوال المدنية تتضمن البيانات الحيوية وبيانات شخصية مثل العنوان ورخصة القيادة ومعلومات عن وثيقة السفر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام في دار رئاسة الوزراء اليوم، تطرق فيه إلى جملة من القضايا المحلية والإقليمية. تفاصيل أوفى في تقرير حمزة الشوابكة. عناوين وتفاصيل حملها المؤتمر الصحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني، أبرزها استراتيجية الدولة إزاء ملف المياه والمتبعة لغاية عام 2025. من خلال هذه الخطة توجهها الاستراتيجي العام أنه مع 2025 سوف يكون هنالك إن شاء الله تقليل لتكلفة هذا القطاع، يعني بدل ما نزيد من أسعار المياه إحنا بخطتنا الاستراتيجية نريد أن نقلل التكلفة المترتبة على هذا القطاع. وحول ما ستحتويه بطاقة الأحوال الذكية المنوي إصدارها من قبل الحكومة، أشار المومني إلى المواصفات التي ستمتاز بها هذه البطاقة. أولا توقيع إلكتروني، البيانات الحيوية اللي هي تتضمن صورة الوجه والبصمة، الدائرة الانتخابية بطبيعة الحال لأنها أصلا موجودة، بيانات شخصية من اسم ورقم وطني وغيره، نفس المعلومات الشخصية الموجودة الآن، العنوان، تاريخ الميلاد، فصيلة الدم، وبصمة العين. وعن قضية تصاريح الغزيين التي شغلت بعض أوساط المجتمع، أشار المومني إلى مبررات القرار وخلفياته وتداعيته. بناء على طلب مجموعة من هؤلاء الإخوة الأكارم اللي راحوا يأخذوا الأموال اللي إلهم عند الضمان، لكن ما رضي الضمان يعطيهم إياها بموجب قانونه إلا لما يكون معهم تصريح عمل، فراحوا على وزارة العمل قالوا لهم أنتوا لازم يكون عندكم تصريح عمل، وهذا التصريح عليه رسوم، فالقرار هو إعفائهم من الرسوم السابقة حتى يتمكنوا من أخذ أموالهم اللي موجودة في الضمان. الملف الإقليمي والموقف الأردني مما يحدث في المنطقة تناوله المومني في حديثه، وتسارع مجرياتها على الأرض كانت محل حديث المومني، والتنسيق الأردني مع روسيا وأهدافه. قبل أن يبدأ عمليتهم العسكرية كان في لقاءات جلالة الملك المعظم مع الرئيس الروسي، كان دائما في حديث عن ضرورة أن لا يكون هنالك أي نشاط عسكري من شأنه أن يزيد تدفق اللاجئين باتجاه الأردن. المومني تطرق إلى قضية اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الشمالية والتي أثرتها المنظمات الدولية العاملة بمجال حقوق اللاجئين. لما يجي عندي لاجئين سوريين من أقصى شمال شرق سوريا من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، خلني أحطها بهالوضوح، وكان يمكن أن يلجأوا لدول أخرى، ومعلوماتنا وتقييماتنا الأمنية أن هنالك بعض عناصر لداعش في هاي المجموعة. أنا الأمن بالنسبة لي أهم شيء. مؤتمر صحفي جاء عشية إقرار موازنة الدولة، وضع العديد من الملامح للتوجهات الرسمية حيال بعض القضايا الإقليمية، وأوضح بعض القرارات الحكومية وشارحا توجهاتها. القطاع السياحي وما يمر به من تحديات محلية وإقليمية كان محل نقاش لجنة السياحة النيابية اليوم. واللجنة بحثت تقديم توصيات إلى الحكومة من شأنها الإسهام في النهوض بقطاع النقل السياحي والارتقاء به. كما ناقشت اللجنة التراجع الحاد في حركة السياحة الأجنبية وانعدام حركة السياح الأردنيين لدول الجوار نتيجة ما تشهده من أحداث. واستمعت اللجنة إلى مطالب جمعية النقل السياحي حول المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.
تم الاجتماع مع اللجنة السياحية واستمعنا إلى مطالب هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق في تقديم حوافز معينة لقطاع النقل السياحي، أسوة فيما يتعامل به قطاع النقل العام، وسوف نقوم بدراسة هذه الطلبات ونحاول أن نحقق ما أمكن منها بإذن الله. النقل العام تم إعطاءه تسهيلات للاستبدال، للتغيير، إعفاء جمركي، يعني لازم نفكر أنه نعمل إشي لقطاع النقل السياحي. كل القطاعات أخذت حوافز، كل القطاعات أخذت تسهيلات، هذا القطاع يجب أن يحصل على تسهيلات تليق بسمعة الأردن. منظمة الصحة العالمية بوصفها الذراع الأممي للعناية بصحة البشر أنشأت في العاصمة عمان مركزا إقليميا لحالات الطوارئ في إطار معركة الإنسانية المتواصلة مع شلل الأطفال. المزيد من التفاصيل مع تقرير علي الأعرج. أرقام كبيرة غير مسبوقة لعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية الأساسية نتيجة لحالات الطوارئ في الأردن الذي يستضيف أكبر عدد في العالم من النازحين بسبب الصراعات والنزاعات التي تشهدها البلدان من حوله. منظمة الصحة العالمية وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم ومواصلة معركتها ضد شلل الأطفال، قامت بإنشاء المركز الإقليمي لحالات الطوارئ الصحية واستئصال شلل الأطفال في العاصمة عمان، والذي افتتح برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين. للأسف الشديد هذا الإقليم يعني يعاني من عدد كبير من الأزمات، أكثر من نصف بلدان الإقليم هي تعاني الآن من أزمات، من حروب أو كوارث، وهناك طبعا حاجة ماسة لتقديم الخدمات الطوارئ الصحية. وكذلك هذا المركز هو المركز الإقليمي لاستئصال شلل الأطفال. لدينا الآن تحدي عالمي في استئصال شلل الأطفال، هذا هو المرض الثاني الذي سوف يستأصل بإذن الله نهائيا من العالم. نشطت منظمة الصحة العالمية في دعم التدخلات الصحية الطارئة بتنسيق دعم القطاع الصحي مع الحكومات والشركاء تحديدا في شرق المتوسط الذي يواجه أوضاعا إنسانية معقدة للغاية، حيث يعيش العديد من دوله حالات طوارئ بسبب النزاع الذي طال أمده وانعدام الأمن وما يرتبط بهما من نزوح جماعي للسكان. جاء افتتاح هذا المركز تعزيزا للجهد المبذول حاليا ولموقع الأردن ولإمكانياته الصحية والطبية، ونحن نتعاون دائما وأبدا وبشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، ونتقدم لهم بالشكر على هذا التعاون وعلى افتتاح هذا المركز في عمان. سوريا والعراق واليمن ثلاثة دول فقط في قائمة البلدان التي تتطلب تقديم مساعدات صحية إنسانية واسعة النطاق وبشكل مستمر، حيث تنهض منظمة الصحة العالمية بقدراتها الإقليمية للاستجابة لحالات الطوارئ، وإن فريق الطوارئ المتمركز في عمان سيكون له دور رئيسي في المنطقة، كما أن المنظمة على استعداد تام للتصدي للأزمات الحالية وما يستجد من أزمات. علي الأعرج، رؤية. افتتح حزب الشباب الوطني الأردني يوم أمس مقره في محافظة المفرق، وذلك تلبية للرؤى الملكية بالمشاركة الحزبية وتفعيلا لدور الشباب في المحافظات. العين عبد الله عويدات قال إن جلالة الملك شخصية أظهرت غيرتها على العروبة والإسلام، وأنها تمتلك فهما عميقا لحركة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. من جانبه أكد أمين عام حزب الشباب الوطني الدكتور محمد العكش على دور الأحزاب في المشاركة السياسية ورسم خارطة طريق الإصلاح من خلال البرامج المطروحة لكل حزب، مبينا أهمية المشاركة الحزبية وخصوصا لفئة الشباب. افتتاح المقر لحزب الشباب الوطني، وهي أيضا مناسبة يعني جيدة أن نقول بأن حزبا يعني له لون خاص هو لون الشباب، وهو ما نسميه دائما نسيج الأردن الأكبر، وهذا النسيج دائما مبعث مفخرة للقائد وللشعب الأردني بأننا شعب فتي، شعب منجز، شعب
يعني يحترم العقل ويحترم الإنجاز والإبداع. وفي هذا الافتتاح وفي هذه المناسبة نحن نوصل رسائل للشباب الأردني بأن الشباب الأردني قد نجح في التقاط الرسائل الملكية وفي إيجاد مكان واضح له اليوم من خلال حزب الشباب الوطني الأردني ومن خلال كافة المؤسسات الشبابية. بدأ المجتمع الدولي بشكل فوري رفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، وذلك بعد وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق النووي الذي وقع في 14 من شهر تموز الماضي. ويشكل قرار رفع العقوبات فرصة ذهبية لطهران لإعادة إنعاش اقتصادها، علاوة على تغيير شكل سياستها الخارجية في المنطقة والعالم. مزيد من التفاصيل في تقرير يزن الرماوي. مع وفاء إيران بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي، فإن العقوبات الاقتصادية الدولية المرتبطة ببرنامج إيران النووي سترفع وفقا للاتفاق، وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا البرنامج قد رفعت أيضا. بهذا البيان التاريخي المقتضب، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف أمس في فيينا أن المجتمع الدولي رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 من شهر تموز في العام الماضي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها أعطت الضوء الأخضر لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن طهران التزمت بما تعهدت به للحد من برنامجها النووي. العلاقة مع إيران دخلت منحا جديدا من التفاهم والإيجابية، وهي ستبدأ رحلتها النووية عبر بروتوكول جديد يسمح لنا بالمراقبة والتأكيد على سلمية النشاط الإيراني النووي. قرار رفع العقوبات هذا ترجمه المجتمع الدولي فورا على أرض الواقع، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده رفعت السبت العقوبات التي كانت تفرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بأمر مباشر أصدره الرئيس باراك أوباما. وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي الذي نشر قراره المتعلق برفع العقوبات بجريدته الرسمية. من جهته هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه بما وصفه بالنصر الجديد، قائلا إن هذا الاتفاق التاريخي سيفتح فصلا جديدا في العلاقات بين إيران والعالم، مطمئنا أن تنفيذ الاتفاق لن يكون موجها ضد أي بلد على حد قوله. وفي حين يفترض أن يتدرج رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران عبر ثلاث مراحل تنتهي عام 2025، إلا أن طهران ستبدأ بجني مكاسب اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، ابتداء باستعادة أموالها المجمدة في الخارج وليس انتهاء بانتعاش صادراتها النفطية. على الصعيد السياسي، وبعد رفع لعقوبات امتدت على مدى 13 عاما تقريبا، تبرز على الساحتين الإقليمية والدولية تساؤلات كثيرة عن ماهية سياسات طهران المقبلة المعززة بقوة اقتصادية، سؤال يجيب عليه محللون بقولهم إن إيران ستسعى للحصول على مقومات مالية وعسكرية وسياسية أكبر قد تساعدها على توسيع أدوار في المنطقة غربا في منطقة الخليج والعراق وسوريا ولبنان، وشرقا باتجاه باكستان وأفغانستان، بل وربما أبعد، خاصة في ظل أزمات المنطقة الملتهبة. تمكنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم من إدخال مساعدات طبية إلى جزء من مدينة تعز اليمنية والتي تحاصرها ميليشيات الحوثي، وذلك للمرة الأولى منذ آب الماضي. المشهد اليمني وجولات المفاوضات والهدنة مع أحمد النعيمي. جولة مفاوضات تتلوها أخرى بين أطراف النزاع اليمني، فيما على الجانب الميداني يستمر القصف ويتواصل الحصار، وكأن كل ما يبحث عنه الحوثي وشريكه صالح في المفاوضات هو محاولة لكسب الوقت كي يتمكنوا من إحراز تقدم على الأرض لزيادة أوراق الضغط على الشرعية في جولات تفاوضية قادمة.
وفي آخر جولات المفاوضات التي تحتضنها جنيف، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ قد أعلن أن أطراف النزاع اتفقوا على عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام في 14 من كانون الثاني الحالي، وتم الإعلان عن تأجيلها دون تحديد موعد جديد. المتحدث باسم المنظمة الدولية أحمد فوزي قال إن التأجيل قد يكون لأسبوع أو أكثر، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية إن تأجيل المحادثات جاء بعد إعلان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عدم مشاركة حزبه المؤتمر الشعبي العام في المحادثات، وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة من المحادثات، والذي يتعلق بإطلاق سراح السجناء. وكان الحوثيون ومن قبيل ذر الرمادي بالعيون أطلقوا سراح وزير التعليم الفني عبد الرازق الأشول وأربعة نشطاء سياسيين وإعلاميين، فيما لم يطلق سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والذي أصرت الحكومة اليمنية على إطلاق سراحه مع عدد من الوزراء المحتجزين. وعلى الصعيد الإنساني، ما يزال الوضع كما هو ويزداد سوءا بسبب انتشار مساحة الحرب التي طالت معظم الأراضي اليمنية، وتحديدا مدينة تعز المحاصرة منذ عدة أشهر من قبل قوات الحوثي وصالح التي ترفض دخول أي مساعدات للمدينة، في خرق آخر للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في جنيف. التحالف العربي وفي سبيل كسر الحصار تمكن من تنفيذ عملية جوية لإنزال المساعدات الطبية والغذائية، وكانت آخر جهود ولد الشيخ لقائه رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح، الذي أكد موقف الحكومة اليمنية بضرورة أن يمتثل الحوثيون بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية. أزمة طالت وجهود تبذل لحلها، وكلما لاح أمل للوصول إلى حل تبدد، وكأن خيوط العقد والحل لا تنتهي بجنيف. من رؤيا نشرتنا ما زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم. استشهد شاب بعد ظهر اليوم بنيران قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طيطان عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس. وأكدت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الشاب حسام القصراوي جنوب جنين، حيث سلمت قوات الاحتلال جثمانه للارتباط الفلسطيني بعد احتجازه عدة ساعات. وقال والد الشهيد إنه تم إعدام نجله بدم بارد كبقية الشهداء على حواجز الاحتلال العسكرية، لافتا إلى أن لا صحة للأنباء التي روجها الاحتلال بأن ابنه حاول طعن جنود عند الحاجز. ويواصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى تحت حراسة عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، وسط أجواء مشحونة تعيشها مدينة القدس ومحيط الأقصى بسبب هذه الاقتحامات والاشتباكات. المزيد مع زين صندوقة. تسارع أحداث الانتفاضة جعلت الأقصى من جديد يغيب عن أذهان الأعلام المنهمك بتغطية الانتهاكات الميدانية، بالوقت الذي كانت فيه الانتفاضة قد انطلقت نصرة ودفاعا عن المسجد الأقصى من الاقتحامات المستمرة والمتصاعدة نحو الاستحواذ على الحرم القدسي، إلا أن الهجمة على الأقصى طوال هذه الفترة لم تتوقف، بل على العكس هو يدنس ويغلق بوجه المصلين من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 وحتى الساعة 11 ظهرا، حيث تقوم شرطة الاحتلال وبشكل تمويهي بإدخال قلة قليلة من المصلين إليه، فيما يسمحون بحمايتهم لأعداد صغيرة تدريجية من المستوطنين باقتحامه. نهيب بكل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مزيد من شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإلى مزيد من الثبات والرباط. إذا كان المسجد الأقصى عامرا بالمسلمين سيفشل إن شاء الله، وهو فاشل هذا المخطط الذي يحاول الإسرائيليون الوصول إليه من خلال فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، إما تقسيم زماني وإما تقسيم مكاني وإما لا سمح الله أخطر من ذلك إزالة المسجد.
وما يخفى أيضا أن داخل أروقة الكنيسة هناك دعوات من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي وبعض الوزراء الإسرائيليين يطالبون فيها بشكل جدي بفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى، ناهيك عن قرار صدر مؤخرا يعوض فيه كل مقتحم يعتقل بمبلغ 2000 شيكل كمكافأة تشريعية. رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، لن يكون لكم لا أمنا ولا أمان لطالما استمرت هذه الاقتحامات. سيتفنن شعبنا الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، وسنردع هذه الاقتحامات الشرعية الدولية كفلت لنا المقاومة بكل أشكالها. يجب على الأم الإسرائيلية أن تبكي كما بكت الأم الفلسطينية، لأن الموضوع عندما يتعرض في المسجد الأقصى المبارك ويتعرض لمقدساتنا وحرماتنا تكون الخطوط الحمر كلها قد تجاوزها بنيامين نتنياهو. هي نفس الوجوه تتكرر في كل اقتحام مدفوع الأجر من قبل جمعيات متطرفة ومدعومة من قبل الحكومة تشجعهم بالمال لتدنيس الأقصى، كما ويجب الالتفات إلى أن ما دام حجتهم باقتحام الأقصى هي حجة دينية، فلماذا إذن أغلب من يقومون باقتحام الأقصى هم ملحدون وفق مصادر مطلعة؟ من رام الله المحتلة، زينة صندوقة، رؤيا. قمعت قوات الاحتلال اعتصاما تضامنيا مع الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال محمد القيق أمام بوابة معتقل عوفر، ورفع المشاركون صور الأسير المضرب عن الطعام منذ 54 يوما والمعتقل إداريا، إلا أن قوات الاحتلال سرعان ما ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس قال إن وضع الأسير القيق في غاية الخطورة، مبينا أنه فقد وعيه فجر الجمعة الماضية وخضع لعمليات إنعاش حتى استعاد الوعي واستقرت حالته. هذا الاعتصام يعني جاء على خلفية الإضراب الذي يخوضه صاحب محمد القيق من قبل الإدارات وتعنت إدارة سجون الاحتلال في عملية إطلاق سراحه، فهذا انتهاك كبير بحق الصحفيين الفلسطينيين. يجب أن يكون هناك وقفة من نقابة الصحفيين الدوليين. أوضاعه الصحية تراجعت بشكل كبير جدا، يعاني من حالة إعياء شديد واحمرار في عينيه، وبعض الأجهزة ربما تتوقف عن العمل داخل جسده، وخاصة بعد أن تم تغذيته قسريا من قبل لجنة الأخلاقيات. الأسير محمد القيق لا يستطيع الحركة، هو مقيد بالسرير، عليه 6 حراس من السجانين الإسرائيليين ولا يسمح له بالزيارات. في سعي منها لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم، تدعي حركات السلام الإسرائيلية محاربتها للاحتلال، وتدعي المطالبة بإزالة الاستيطان لتحقيق السلام الشامل والعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. نبال فرسخ والتفاصيل. أريني ليش اعتقلوه؟ فقط لأنه فلسطيني اعتقلوه، لم يفعل شيئا سوى أنه شارك في مسيرة سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان لتحقيق السلام. ومن بين عشرات الإسرائيليين المتواجدين في المسيرة والذين يشكلون غالبيتها لم يعتقلوا سواه. هذه 67 مش لإلهم، احنا جايين هون لنقول انه 67 هاي فلسطين، هاي مش لإلهم. هذه المسيرة السلمية لعدد من نشطاء السلام الإسرائيليين الذين يدعون بأنهم مع إنهاء الاحتلال، أغلقوا الشوارع لدقائق، اعتقل جنود الاحتلال خلالها فلسطينيا لم يحاول أي منهم الدفاع عنه، فعن أي سلام يتحدثون مع محتل لا يفهم سوى لغة القوة، فهو من سرق الأرض وقتل الإنسان وعاش الكذبة على أنه صاحب الحق. فهذه الحركات لا تسعى سوى لتلميع صورة الاحتلال القذرة أمام العالم. لم يلبث المتظاهرون أن أغلقوا هذا الشارع قرب حاجز النفق غرب بيت لحم أمام حركة المستوطنين احتجاجا على الاستيطان الذي يلتهم الأرض الفلسطينية، حتى أكملوا سيرهم على جانب الطريق دون أي احتكاك مع جنود الاحتلال ودون أن يعطلوا حتى حركة السير، فهم يؤمنون بالمقاومة اللاعنفية. إلا أن المستوطنين الإسرائيليين المارين بمركباتهم هاجموا المسيرة بشتائمهم وعباراتهم العنصرية التي تعبر عن الوجه الحقيقي لغالبية الشارع الإسرائيلي. نحن نعرف أن الوضع رأي العام الإسرائيلي اليهودي متطرف جدا، اليمين يتصاعد تصاعد بوتيرة
كبيرة جدا وهناك مظاهر فاشية. نحن هنا من أجل إنهاء الاحتلال حدود 67 الرابع من حزيران. اليهود الإسرائيليين الذين جاءوا بهذه الصرخة، هذه صرخة مباركة، صرخة صادقة تريد إنهاء الاحتلال. احنا أخذنا على عاتقنا كمنظمة مقاتلين من أجل السلام مع المنظمات الثانية أن نقيم مظاهرة كل بداية شهر في هذا الموقع. المنطقة هذه تحديدا لأنها منطقة حساسة ومنطقة بمرك منها المستوطنين، ورسالتنا للمستوطنين أنه وجودهم في الأراضي الفلسطينية وجود غير شرعي. تحت شعار آخر يوم في الاحتلال هو أول يوم للسلام، خرجت هذه المظاهرة بتنظيم من حركة مقاتلون من أجل السلام التي تعتبر أن الصراع كما تسميه لا يمكن حله من خلال الوسائل العسكرية، وأنه فقط من خلال العمل المشترك بالإمكان كسر حلقات العنف ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ولكنها في حقيقة الأمر كغيرها من حركات السلام الإسرائيلية تسعى لتحقيق هدفها الخفي في إعطاء الانطباع بأن دولة الاحتلال فيها أصوات مؤثرة تعمل جاهدة من أجل السلام المزعوم. نبال فرسخ، رؤيا. في محافظة الزرقاء عقدت حملة هي للبرلمان مسؤوليتنا مصلحتنا ورشة عمل حول مشاركة وتمكين المرأة في الحياة العامة. منسق الحملة بكر الشبيلات بين أن للمرأة دور كبير في الحياة السياسية والبرلمانية وأنه لابد من تعديل القوانين باتجاه زيادة تمثيل المرأة تحت القبة. بدورها النائب نعيم العجارمة بينت أن مجلس النواب 17 استحدث لجنة لشؤون المرأة برئاستها. حسب ما ارتئينا من جلال سيدي أطال الله في عمره بعد اجتماعنا معه، كان مبسوط جدا من أداء السيدات في مجلس النواب الأردني، وكمان أنه في له نظرة مستقبلية في مشروع الانتخاب القادم الذي سيتم طرحه على مجلس النواب في الفترة القادمة، أنه بزيادة تمثيل المرأة. تهدف هذه الحملة تفعيل دور الشباب والإعلام في دعم المرأة وزيادة تمثيلها بالبرلمان. الحملة نفذت مجموعة من الأنشطة في الجامعات، جلسات حوارية، إحنا كأعضاء تدريب كمان بننفذ مع المجتمع المحلي من أجل توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان وزيادة مشاركتها بالحياة السياسية وبالحياة العامة. حملة هي للبرلمان مسؤوليتنا مصلحتنا لتعديل قانون الانتخاب بحيث أن المرأة تأخذ مكانها الطبيعي في البرلمان، وكما أن المرأة نصف المجتمع يحق لها أنها تكون نصف البرلمان. هاي بحتاج لأشياء كثيرة، إنه يعني إحنا نبلش عملية فرمتة للعقول في مجتمعنا، إنه المجتمع تبعنا يقتنع إنه المرأة ممكن تمثله بالبرلمان وممكن إنها تحقق له الأشياء اللي هو بريدها. يعاني مخيم إربد من سوء الخدمات وخاصة فيما يتعلق بالنظافة، الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية جراء تراكم النفايات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أهالي مخيم إربد يعانون من سوء الأوضاع البيئية وانعدام النظافة بسبب تكدس أكوام النفايات التي تبقى مهملة في بعض الأحيان لأكثر من أسبوع لعدم توافر عمال نظافة وكابسات صغيرة قادرة على الوصول إلى المناطق التي لا تستطيع أن تصلها الكابسات الكبيرة في شوارع المخيم الضيقة، لينذر وضع المخيم بكارثة بيئية. بالنسبة للوضع البيئي هنا يعني تقريبا سيء جدا، يعني بتراكم كثير قدام البيوت، تلاقي ما في يعني ما في عمال نظافة، ما بنشوفه بالمرة، يعني بتلاقي الزبالة بتقعد يومين ثلاث قدام البيت ريحتها بتطلع. لأول مرة في تاريخ مخيم إربد قامت بلدية إربد الكبرى بمد يد العون لأهالي المخيم كمساعدة منها للتخفيف من الوضع البيئي المتفاقم باستمرار، بالرغم من أن النظافة البيئية ليست من مهام البلدية وإنما هي منوطة بوكالة الغوث الدولية الأونروا. قمنا بعمل حملة شاملة لمخيم إربد الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من مدينة إربد، ولكن الأونروا تقوم بخدمة هذا المخيم ساعات الظهيرة وبعد الواحدة يبقى المخيم كما هو عليه، النفايات مترامية الأطراف في كل مكان وكل زقة من أزقات المخيم. قمنا بإجراء مسح شامل لشوارع مخيم إربد لأن المخيم يعتبر أهلنا وبحاجة لمساعدتنا كبلدية إربد. بيت إربد الآن تنعم في
النظافة المتكاملة على مستوى المدينة والمناطق المجاورة. يعد مخيم إربد من أكثر المخيمات كثافة سكانية، إذ يقدر عدد سكانه 30,000 نسمة. ليبقى السؤال، هل تعجز منظمات الإغاثة الدولية ولجنة تحسين أوضاع المخيم عن حل مشكلته البيئية؟ وهل ستفي هذه المنظمات بوعودها المتكررة؟ وزعت منظمة يد العون للتنمية والإغاثة بالتعاون مع جمعية بوابة معان الخيرية كسوة الشتاء على المحتاجين من أبناء مدينة معان واللاجئين السوريين أيضا. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه الحملة 400 أسرة سورية وعشر أسر أردنية من الأسر القاطنة في مدينة معان. ونحن مقدم المساعدات للإخوة السوريين وللإخوة الأردنيين، حتى لأنه إحنا نعطي كمان نسبة كمان للأردنيين من هاي المساعدات مش فقط اللاجئين. اليوم في عنا بالتعاون مع جمعية بوابة معان، جمعية الدكتور بشار عبدالرويش، جمعية طبعا يد العون للإغاثة الإسلامية، لتوزيع ملابس شتوية كسوة الشتاء لإخواننا السوريين الوافدين علينا في الأردن. أصدر الرئيس التركمانستاني مرسوما يمنع بموجبه بيع كافة أنواع التبغ في البلاد، ما يعني عمليا حظر التدخين تماما، لتضحي تركمانستان أول دولة في العالم تحظر التدخين بشكل كامل. تفاصيل أوفى في تقرير محمد المجالي. اتبعت دول عدة سبلا متباينة للحد من ظاهرة التدخين، فراح بعضها يعاقب على التدخين في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمطارات والمدارس، لكن دولة واحدة ذهبت إلى أبعد من ذلك، حظر التدخين في البلاد نهائيا. فوفقا لما نشره موقع صحيفة إندبندنت البريطانية، أصدر رئيس تركمانستان قربان محمدوف مرسوما يمنع بموجبه بيع كافة أنواع التبغ في البلاد، ما يعني عمليا حظر التدخين تماما. الصحيفة أضافت أن المرسوم يشمل فرض غرامات تصل إلى 1700 دولار أمريكي على أي تاجر يتم ضبطه يبيع التبغ في البلاد، لكن هذا القانون لم يمنع التدخين نهائيا فور العمل به، إذ تفيد تقارير بأن السجائر ما زالت تباع في السوق السوداء بالعاصمة عشق أباد، وتشير إلى أن سعر العلبة بلغ 11 دولارا. ويبدو أن القانون الجديد يعكس شخصية الرئيس محمدوف الذي يظهره التلفزيون الرسمي بهيئة الرياضي الذي يحرص على لياقته ويقود الدراجات الهوائية ويصطاد الأسماك، وهي إشارات تدفع على الاعتقاد بأنه ليس مدخنا ولا معنيا به.